زكاة الراتب يا شيخ، الكثير يشكل عليه مسألة زكاة الراتب، يقول ماذا يصنع؟ الراتب الناس يختلفون فيه، من الناس من راتبه ينقضي قبل مضي الشهر وليس مضي الحول، فهذا لا زكاة فيه، لأنه من شرط وجوب الزكاة مرور الحول على المال. أما إذا كان هذا المال يدخر ويبقى، فما بقي منه إذا مضى عليه حول وجب فيه الزكاة. والذي يشكل أن الادخار يكون تراكمي أحيانا، ويصعب على الإنسان أن يحصي كل مدخر في السنة على حدة. في مثل هذه الحال أنسب ما يكون لمعالجة هذا عدم الثبات في الحول بالنسبة لمجمل ما في الحساب أو لمجمل ما في موضع الادخار أن يزكي الجميع، جميع ما في الحساب أو جميع ما في الموضع المدخر من مال يزكيه. ولا يخلو من حال إما أن يكون مبلغ من المال مضى عليه الحول فتكون زكاته قد وجبت فيخرجها في وقتها، وإما أن يكون تقديما لزكاة ما لم يمر عليه حول، عوضا عن أن يتابع كل مبلغ بشهره أو بحوله المستقل، لأنه هنا سيزكي كل شهر. فإذا كان يقدر على هذا فيعني واضح ما فيش كلام، بمعنى الإنسان عنده علم أنه يدخر شهريا مثلا 500 ريال أو 1000 ريال على سبيل المثال، ففي هذه الحال يخرج زكاة الألف على حسب وضعها. ففي الألف الأولى سيزكيها بعد مضي سنة، الألف الثانية سيزكيها ليس في حول الأولى إنما في حولها هي بعد سنة وشهر من فتح الحساب، وهذا المجر. لكن الأسهل والأيسر هو أن يخرج زكاة المجموع، ويكون ويكون عن المال الذي حال حوله والمال الذي لم يحل حوله يكون تقديما. نعم.